كان واحد من الأسباب إن هي تكون قلبها ميت في صراعاتها العائلية؟ لا أنا قلبي مش ميت خالص. قلبك مش ميت؟ لا لا. في صراعاتك العائلية؟ لا لا لا. تحديدا؟ لا 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 لا. مشاكلك مع عيلتك استمرت سنين. لسه إحنا شفنا من فترة حلقة في برنامج ريهام سعيد كانت مستضيفة فيها أخوكي، أخويا غير الشقيق بالظبط، المعا اللي قال فيها إنك بترفضي تساعدي. وشفنا بعدها تصريح من والدة غنوة أختك إن هي طلبت منك إن أنت تساعدي في علاجه وأنت رفضتي. والله بقى وشوفي الأمور دي، ده مش موت قلب، مش قوة قلب يعني. ده إذا كنت أنا عملت كده مش هرد على الكلام ده، لو كان ليا مزاج رد عليه كنت رديت عليه في حينه. ما بردش على الحاجات اللي من النوع ده الحقيقة خالص. ليه ما بترديش؟ أنت بتقولي لي ما عندكيش مشاكل مع عيلتي. ما عنديش مشاكل مع عيلتي حبيبتي، اللي أنت اتكلمتي عنهم دول يعتبروا عائلتك؟ لا لا لا، يعتبروا يعني عائلة. الإخوات اللي مش شقايق ما بيبقوش عيلة؟ لا بشوفي هقولك على حاجة، إحنا ما تربيناش مع بعض، ما عشناش مع بعض، هم صحيح اسمهم على اسمي بس إحنا تقريبا ما نعرفش بعض، خدي بالك يعني. انا اعرف غين واختي فتره بسيطه في طفولتها، بعد كده هي بقت عايشه مع امها. انت فاهمه كويس قوي انه انت الاخ اللي بتعيشي معاه في البيت اللي هو ابن امك وابوكي بيبقى مختلف شويه عن الاخ اللي ممكن يكون انفصل بسبب علاقه زوجيه خلصت ما بين ابويا وامها.